حول الموضوع تنضم لنا من جد الدكتورة سحر رجب، استشارية نفسية وأسرية. دكتورة سحر مساء الخير، أهلا بك معنا. الخبراء يقولون حتى تطبيقات الماسنجر غير صالحة للأطفال، مختصة بالأطفال التي أطلقها فيسبوك، حتى هي غير صالحة للأطفال، يمكن أن تهدد صحتهم وأن تهدد صحتهم سواء البدنية أو النفسية. تعليقك على ذلك؟ أولا أهلا وسهلا بكم. بالفعل مواقع التواصل عموما بتسبب إشكالية كبيرة للأطفال وحتى للبالغين يعني الناس الكبار بسبب الجلوس الكثير يعني أمامه، بسبب استخداماته، فبيأثر هو على كثير من الأعضاء حقت الجسم، فما بالك الأطفال. يعني ولكن هذا تطبيق ماسنجر كيدز او تطبيق ماسنجر الخاص بالاطفال، يعني قال فيسبوك بانه يعني يكون تحت اشراف اولياء الامور، ايضا لا يستخدم في الاعلانات، يعني ونحن نعلم بانه في الوقت الحالي كل الاطفال اصبح لديهم ربما يمكن ان يستخدموا التكنولوجيا او الهواتف الذكيه او الاجهزه اللوحيه في اي وقت، يعني اليس يعني هذا شيء ربما يمكن التحكم فيه، تحكم في الأطفال وما يشاهدونه، ألا ربما يكون خطوة في اتجاه ربما إحكام السيطرة على الطفل وما يشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي أو على فيسبوك تحديدا؟ من المفترض أنه أي جهاز تحكم يكون في يد الطفل، المفترض يكون عليه رقابة، ورقابة مشددة وليست رقابة هينة أو سهلة. لازم من الأهالي أو الأسر يعرفوا يقننوا قديش ياخذ الطفل، طبعا هذا بعد مناقشته، انه اذا اشتروا له جهاز ذكي او لوح انه المفترض انه يكون يعني وقت معين له هو يشتغل عليه، غير كده لازم انه ينسحب منه الطفل، بالذات كمان قبل النوم ما يدخل معاهم غرف النوم، لانه بيأثر يعني بيأثر كثير على الأدمغة وعلى الأعضاء. الأسرة اللي ما تكون عندها وعي كامل بالدخول لمواقع التواصل اللي بيدخل عليها أطفالهم، فهذا يعني بيسبب منحدر مرة قوي وبيسبب مشكلات بعد كده، لأن الطفل ما عنده حصانة بيدخل بيتفرج، ما عنده يعني رادع، ما يعرف، ما في شيء يقول له لا تدخل هنا أو لا تدخل هنا أو لا تفتح هذا أو لا تستمر مع هذول، هو بيفتح وبيشوف، وأصحابه ما شاء الله ما بيقصروا. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة الدكتورة سحر رجب، استشارية نفسية وأسرية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة.